مراسلنا محمد الجبور ومزيد من التفاصيل. صوب مسك الختام سار لاعبو الوحدات بعد أن ضمنوا التتويج بأغلى البطولات الأردنية، بطولة الدوري، غير أن مباراتهم مع الفيصلي تعد بطولة بحد ذاتها، لقاء ينتظره عشاق الفريقين على أحر من الجمر. انطلق الكلاسيكو وانطلقت معه آمال آلاف الجماهير التي غصت بهم جنبات ملعب القويسمة. الفيصلي يهاجم سعيا لزيارة شباك قنديل وإفساد فرحة العريس ليلة زفافه. الوحدات يحاول هز الشباك ليزيد من فرحة جماهيره، فكان له ما أراد في الدقيقة 26 بتوقيع المتألق مالك برغوثي. الوحدات عزز تقدمه بهدف ثاني جاء مع بداية الحصة الثانية عبر المايسترو رأفت علي من ركلة جزاء، وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة أضاف البديل محمود شلباية الهدف الثالث للمارد لتكتمل أفراح الوحداتيين. يعني شعور كبير، الحمد لله رب العالمين. فريقنا أثبت أنه الأفضل محليا، إن شاء الله همنا الوحيد آسيا، إن شاء الله بنعمل جهدنا نحصل على البطولة. شكرا لكل اللي أجوا ولجماهيرنا الكبيرة اللي سنداتنا، نهديها هذا الفوز كبير. بحكي ألف مبروك لنادي الوحدات ولجماهير نادي الوحدات، والحمد لله اليوم أدينا فوز، وإن شاء الله كأس الأردن وكل البطولات إن شاء الله. مبروك لجمهور الوحدات وشكرا للشعب الأردني الذي دعمنا. تهنئة كبيرة للاعبينا وخاصة لقائد الفريق رأفت علي، والشكر الجزيل للإدارة التي تابعتنا بشكل جيد. الوحدات توج باللقب للمرة الثانية عشر وبفارق كبير عن أقرب منافسي الفيصلي، وصل إلى 17 نقطة، فارق غير مسبوق بين القطبين. بتتويجه بلقب الدوري وفوزه بالديربي، الوحدات يؤكد علو كعبه على بقية الفرق الأردنية. محمد الجبور، الجزيرة الرياضية، عمان.